نحن عاملين دورة تدريبية هون للأطفال بخصوص برامج تحفيظ القرآن لتنمية القدرات اللغوية والإدراكية، ونشوف البرنامج معهم بحيث أنه نعمل أنشطة تفاعل اجتماعي بيننا وبينهم، وفي نفس الوقت نعملهم على تدريبات في كسر الحواجز، في تخفيف قدرة تخفيف من حركة الزائدة، في مجال الخجل الزائد. هدف هذه الدورة هي لتعليم أبنائنا الصغار منذ نعومة أظفارهم القرآن الكريم. نحن معهم خطوة بخطوة حتى يتمكنوا من حفظ القرآن الكريم، لتشجيعهم أثناء دراستهم وتعلمهم القرآن. استضفنا مركز الحنان ليقوم للوقوف على اللغة، خصوصا الأطفال بلزمهم من يقف على اللغة ومخارج الحروف. وهذه الورشة استضفنا بها دار الحنان لإعطائهم بعض النصائح والإرشادات حول اللغة وكيفية التعامل مع هؤلاء الأطفال من أجل تمكنهم أو قدرتهم على حفظ القرآن الكريم مستقبلا إن شاء الله. عشان أقرأ قرآن أتعلم بالأحكام.